هذا وسجلت مملكة البحرين ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 7709 حالات قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 60697 حالة منها 146 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و20 حالة في وحدة العناية القصوى هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 6045 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 358973 حالة